الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية لتتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم. ارتفاع واضح لدرجات الحرارة، طقس غائم جزئي 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، ملموسة 25، الرطوبة 45%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية، إربد طقس غائم جزئي 28 إلى 15، المفرق 30 إلى 16، جرش 28 إلى 16، عجلون تفرق لبعض الغيوم 25 إلى 15. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 28 إلى 19، مأدبة 28 إلى 16، البحر الميت 34 إلى 22، الزرقاء 31 إلى 16، أما عمان طقس غائم جزئي 26 إلى 17. المنطقة الجنوبية، الكرك طقس غائم جزئي 25 إلى 15، الطفيلة 25 إلى 16، الشوبك 23 إلى 14، معان 27 إلى 15، العقبة 33 إلى 21. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشد 31 إلى 18، الصفاي 31 إلى 16، الأزرق 32 إلى 17، مع تفرق لبعض الغيوم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.